بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الفيديو ده هنحل كل المسائل بتاعة التطبيقات على الدرس الأول في الوحدة التامنة، درس الشغل والطاقة والقدرة. طيب خلونا نتفق على شوية خطوات هنطبقهم في أي مسألة هتقابلنا، هنحل المسألة بكل سهولة. خطوات حل المسائل: أول حاجة لازم أحدد إيه النظام اللي أنا بقيس عليه الشغل، وأحدد كل القوة المؤثرة عليه. تاني حاجة بحدد اتجاه إزاحة النظام ده، يعني في الآخر النظام ده إزاحته كانت في أنهي اتجاه، وهخلي الاتجاه ده هو الاتجاه الموجب، وأي حاجة عكسه هرمز لها بالإشارة السالبة. طيب تالت خطوة هحدد الزاوية بين كل قوة وبين الإزاحة، واحسب الشغل المبذول لكل قوة عن طريق القانون ان الشغل بيساوي القوة في الإزاحة في كوزاين الزاوية ما بين القوة والإزاحة. رابع حاجة حساب الشغل الكلي عن طريق جمع كل الشغل المبذول من القوة. تعالوا نمشي في المسائل واحدة واحدة ونشوف هل فعلا الخطوات دي هتمشي على اي مسألة ولا هيبقى في حاجة مختلفة. طيب ده كله في حالة ان القوة ثابتة. طب لو القوة غير ثابتة فبيكون الشغل بيساوي مساحة الشكل أسفل الرسم، والرسم ده يا إما بيديهولي جاهز يا إما أنا برسمه. طيب تعال نشوف أول مثال هنا. هو كان بيقول لي في المثال أصلا إن في لاعب هوكي بيضرب قرص هوكي، مديني كتلته ومديني الإزاحة اللي مشاها قرص الهوكي، وعايز مقدار الشغل. فأنا أول حاجة مقدار الشغل المبذول على قرص الهوكي، دايما النظام هو الكلمة اللي بتتذكر بعد الشغل المبذول على، فهو هنا قال لي على قرص الهوكي فيبقى قرص الهوكي هو النظام. طيب بيقول لي إذا بذل لاعب الهوكي ضعف القوة، يعني لاعب الهوكي بيبذل قوة مقدارها 9 نيوتن، وقرص الهوكي ده ليه كتلة، لو أنا عايز أجيب الوزن فبضرب الكتلة في 9.8، وكنا قلنا في شرح المثال إن طالما الوزن عمودي على اتجاه الحركة إذن هيبقى الشغل بتاعه بصفر، عشان الزاوية ما بينه وما بين القوة وما بين الإزاحة 90، فهنلاقي كوزاين 90 بصفر. طيب تعال نشوف لما احنا ضعفنا القوة خلال المسافة نفسها، يعني الدي برضو زي ما كانت في المثال ب15 من 100 متر، فكيف ستتأثر كمية الشغل اللي بذلته العصا؟ يبقى هقول بسهولة أنا حددت النظام، حددت كل القوة المؤثرة عليه، وحددت اتجاه الإزاحة هو الموجب، وهو هنا لغيل الاحتكاك. إذن هجيب الشغل بتاع كل قوة، الشغل بتاع القوة 9 نيوتن، هنقول إن W بتساوي F في D كوزاين ثيتا. طيب القوة بتأثر كده،
والكورس اتحرك في نفس الاتجاه، الاتنين في نفس الاتجاه، يبقى الزاوية بينهم زيرو. يبقى ال W هتساوي ال F اللي هي 9 في ال D اللي هي 0.15 في كوزاين زيرو، هيطلع لنا 9. نعملها على الآلة، 9 في 0.15 في كوزاين زيرو بتساوي 1.35 جول. طيب تعال نجيبها بطريقة تانية، مش الشغل بيساوي القوة في المسافة في كوزاين الزاوية ما بينهم؟ هو بيقول لي ان القوة تضاعفت، وبيقول لي ايه التأثير اللي هيحصل على الشغل. طالما في علامة يساوي، يبقى اي تغيير بيحصل في ناحية لازم يبقى فيه تغيير مماثل في الناحية التانية. فطالما القوة تضاعفت يبقى برضو الشغل هيتضاعف. طيب انا الشغل القديم كان بكام؟ كان ب 6.675 جول. لو انا ضربت 0.675 في 2 هيطلع لي نفس الحل، 1.35 جول. يبقى كيف ستتأثر كمية الشغل؟ هي برضو هتزيد للضعف. طيب تعالوا بنفس الطريقة، يعني احنا ممكن نحل بطريقتين، يا اما نعوض في القانون يا اما زي ما استنتجناه. طيب رقم بي، لاعب الهوكي أثر بنفس القوة اللي هي ديت، ولكن بقيت العصا ملامسة للقرص لنصف المسافة فقط اللي هي 75 من 1000. فالشغل هيحصل له ايه؟ هنقول ان الشغل بيساوي اف في دي كوزاين سيتا. اللي اتغير عندي مين؟ المسافة، حصل لها ايه؟ قلت للنص. اذا الشغل هيقل برضو للنص، فبدل مكان 1.35 جول هيبقى 1.35 على الاتنين اللي هو 0.675 جول. طب لو عايزينها بالحساب وبالارقام، ال W هيساوي ال F اللي هي 9 في ال D اللي هي 0.075 كوزاين زيرو، هيطلع لنا برضو 0.675 جول. طيب يبقى نخلي بالنا من ديت، ممكن تجيلنا في اكمل يقول لك لو اي حاجه من هنا اتاثرت وليكن القوه تضاعفت 3 اضعاف، ايه اللي هيحصل للشغل؟ برضه هيتضاعف 3 اضعاف. طب المسافه تضاعفت 4 اضعاف، الشغل هيتضاعف. القوه قلت للربع، الشغل هيقل للربع، وهكذا. طيب المساله رقم 2، يبذل طالبان معا قوه مقدارها 825 نيوتن. يبقى لازم نطلع المعطيات واحنا بنقرا المساله. القوه 825 نيوتن لدفع سياره مسافه، مسافه اللي هي الدي ديستانس اللي هي 35 متر. ايه مقدار الشغل اللي بيبذله الطالبين؟ هما بيزقوا سياره بقوه 825، فالعربيه بتتزق في نفس الاتجاه اللي هما بيزقوا فيه 35 متر. اذا الشغل بيساوي اف في دي كوزاين سيتا، يبقى 825 في 35، والسيتا هنا بصفر، كوزاين صفر بواحد. اذا 835 في 25 في 35 قصدي، ب 2.8875 جول. طيب المطلوب الثاني بيقول لي اذا تضاعفت قوتهما فايه اللي هيحصل للشغل اللي هما لازم يبذلوه عشان يمشوا المسافة نفسها. يبقى تاني W بتساوي F في D كوزاين سيتا، ال F تضاعفت عشان يزقوها نفس المسافة، ايه اللي هيحصل للشغل؟ هضرب ده في 2، تمام، ونطلع الناتج. طيب رقم 3، تحمل متسلقة صخور حقيبة ظهر كتلتها 7.5 كيلو جرام. يبقى الام ب7.5 كيلو جرام أثناء تسلق منحدر صخري وبعد 30 دقيقة، ده الزمن، وصلت المتسلقة إلى ارتفاع 8.2 متر.
يعني مديني المسافة اللي طلعتها 8.2 متر فوق نقطة البداية. ايه مقدار الشغل الذي تبذله المتسلقه على اللي بعد على هو النظام؟ يبقى حقيبه الظهر هي شايله حقيبه الظهر، فمعنى كده ان هي بتاثر على حقيبه الظهر بقوه لفوق. عشان تشيل حقيبه الظهر هتاثر عليها بقوه تساوي وزنها. فاكرين المثال بتاع التفاحه لما قلنا لو انت في تفاحه وزنها 1 نيوتن، عشان ترفعها محتاج برضو تأثر عليها بقوة تساوي وزنها اللي هو 1 نيوتن. فانت هنا ممكن تيجي تقولي طب هو ما ادانيش القوة اللي هي رفعها بيها. اقول لك لا، طالما هي رفعتها بسرعة ثابتة اذا القوة اللي هي رفعتها بيها بتساوي وزنها. الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية، يبقى القوة اللي هي هتأثر بيها هتساوي قوة وزنها، يبقى القوة بتساوي الام في الجي. تمام. يبقى الشغل اللي هي بذلته عشان ترفع الحقيبة وهي ارتفعت هي والحقيبة مسافة 8.2 متر، يبقى القوة لفوق والمسافة كمان لفوق، يبقى السيتا بزيرو وكوزاين سيتا اللي هي كوزاين زيرو بواحد، فالدبليو هتساوي اف في دي. اف اللي هي 7.5 × 9.8 في الدي اللي هي 8.2، ونطلع الناتج دوت. المطلوب رقم ايه؟ طب المطلوب رقم بي، لو وزن المتسلقة 645، فما مقدار الشغل الذي بذلته لرفع مين؟ نفسها وحقيبة الظهر الاتنين. يعني هي كشخص ليها وزن وكمان الحقيبة اللي هي شايلها، فهي وزنها 645 نيوتن، ووزن الحقيبة لسه جايبينه 7.5 × 9.8، مش عايز اقعد احسب بالآلة على طول عشان يعني بنقول افكار شغل الآلة ممكن كلنا نعمله. طيب فاصبح الشغل اللي هي بتعمله عشان ترفع النظام ده كله فلازم تأثر بقوة تساوي وزنهم هما الاتنين. اذا الدبليو بتساوي اف في دي، والثيتا برضو بصفر كوزين صفر بواحد. الاف هنا بكام؟ هو عبارة عن وزن المتسلقة زائد وزن حقيبة الظهر مضروب في المسافة اللي هي 8.2. طيب تعال نشوف مسألة رقم 4. تدفع نوف صندوق كتلته 3 كيلوغرام مسافة 7 متر على الأرض. يعني ادي الصندوق بتدفعه نوف على الأرض مسافة 7 متر بقوة مقدارها 12 نيوتن. يبقى القوة الأفقية اللي هي بتدفعه بيها على الأرض 12 نيوتن. بعد كده الصندوق وصل هنا، هترفع الصندوق لتضعه فوق رف ارتفاعه 1 متر فوق سطح الأرض. ما مقدار الشغل الذي تبذله نوف على الصندوق؟ أنا هنا عندي مسألتين، طالما عندي ازاحتين وعندي قوتين فلازم اركز قوي واتخيل المسألة ماشية ازاي. نوف دفعت الصندوق بقوة 12 نيوتن على الارض فمشى 7 متر، بعد كده وصلت هنا فقامت رفعاه فتغيرت الازاحة وتغيرت القوة. يبقى اول شغل عملته هو الشغل لما اثرت بالقوة الافقية. انا عندي النظام اللي هو الصندوق اثرت عليه قوتين، القوة الافقية وقوة الوزن اللي هي 3.9 × 10 الاف جي. يبقى كده دي تعتبر مسألتين. المسألة الاولى ان انا بأثر بقوة افقية وتحرك ازاحة افقية، اذا الشغل بتاع الاف ديت
هيبقى الاف في الدي 12 في 7، وبما ان الاف افقيه والدي كمان افقيه يعني الزاويه ما بينهم صفر، اذا كوساين 0 بواحد يبقى الشغل هيساوي اف في دي 12 في 7 ب 84. طيب تاني مسألة، لما وصلنا هنا عشان ترفع الصندوق فلسه قايلين عشان ترفع حاجة محتاج تبذل قوة مقدارها قد ايه؟ برافو، تبذل قوة مقدارها قد وزن الحاجة اللي انت هترفعها. طب وزن الصندوق كام؟ ام في جي، يبقى هي أثرت بقوة مقدارها 3 في 9.8. طيب يبقى الشغل اللي هي بذلته، احنا في المسألة الأولانية هنا ده الشغل بتاع القوة دي، وطبعا احنا عارفين ان الشغل بتاع الوزن هيبقى بكام؟ برافو، بزيرو. ليه؟ لأن الوزن نازل لتحت، والإزاحة اللي اتحركها الصندوق أفقية، يبقى الزاوية ما بينهم 90. طب جرب تعمل كوساين 90 على الآلة، بزيرو. طيب يبقى الدبليو بتساوي اف دي كوساين سيتا، كوساين سيتا بزيرو، يبقى أي حاجة بزيرو هتلاقيها بزيرو. طيب نخلينا في المطلوب التاني، لما هي جت ترفع الصندوق رفعته بقوة ايه؟ بتساوي الوزن اللي هو 3 في 9.8، دي كلها كده الاف في الدي اللي هي كام؟ مسافة الواحد متر. اذا الشغل اللي هي بتعمله في المرة التانية بيساوي 29.4 جول. يبقى ليه قلت ان السيتا بصفر؟ لان هي بترفع الصندوق بقوة لفوق، والصندوق اتحرك برضو مسافة لفوق، يبقى السيتا ما بينهم صفر، كوزاين زيرو واحد، فالشغل هيساوي الاف في الدي. يبقى الشغل الاجمالي اللي هي عملته اللي هو 84 جول عشان تزقها على الارض، و29.4 جول عشان ترفعه فوق، هيطلع الشغل الاجمالي 113.4 جول. ماشي، تعال نشوف المسائل دي. مسألة رقم 5 دي سهلة، هنعمل زي المثال اللي كنا نحط ان السيتا ب50. تعال نشوف المسألة اللي بعدها، بيرفع شخصان صندوق ثقيل، يبقى ادي الصندوق مسافة 15 متر، يعني مديني الدي ب15 متر، بيستخدموا حبلين يصنع كل منهما زاوية 15 مع المحور الرأسي. طالما بيستخدموا حبلين فدي واحد بيصنع 15 مع المحور الرأسي، والتاني الناحية التانية بيصنع 15 مع المحور الرأسي. حلو، يبذل كل من الشخصين قوة مقدارها 225، يعني ده بيبذل بيشد الحبل هنا بقوة مقدارها 225 نيوتن، وده بيبذل قوة مقدارها 225 نيوتن، فما مقدار الشغل الذي يبذله الحبلين؟ احنا قلنا لو فاكرين من الفصل اللي فات، القوة ديت هتتحلل لقوة أفقية وقوة رأسية، لأن أنا عندي المسافة لفوق، فأنا عايز أشوف أنهي قوة اللي مع المسافة. طيب والقوة دي كذلك هتتحلل لقوة أفقية وقوة رأسية، يا ترى أنهي قوة اللي هتعمل لي شغل؟ برافو، اكيد القوة الرأسية. ليه؟ بشوف الازاحة فين، واكيد القوة اللي اثرت في اتجاه الازاحة هي اللي هتعمل لي شغل. طب القوة التانية العمودية عليها شغلها هيبقى بصفر، يعني شغل القوة دي بصفر وشغل القوة دي بصفر، يبقى القوتين دول هما اللي هيعملوا لي شغل. طيب اجيب القوتين دول ازاي؟ لما بحلل القوة على محور، فطالما مديني الزاوية ما بين القوة والمحور، يبقى تحليل القوة على المحور ده هي القوة كوزاين الزاوية، يبقى تحليل أول قوة دي هيبقى بيساوي 225
كوزين 15، وتحليل القوة التانية ديت على المحور ده كذلك. إذن بقى عندي المسافة 15 وعندي القوتين في نفس الاتجاه، يعني أقدر أقول إن القوتين عبارة عن 2 في 225 كوزين 15. يبقى عندي قوة لفوق واتجاه لفوق، يبقى الشغل هيساوي القوة في الإزاحة. القوة اللي هي 2 اللي هو قوتين كل واحدة فيهم 225 كوزين 15 في المسافة اللي هي 15. جميل، تعالى نشوف فكرة اللي بعدها. يحمل راكب طائرة حقيبة سفر وزنها 215 نيوتن. يبقى ادي حقيبة سفر وزنها 215 نيوتن، فهو عشان يشيلها على كتفه، فكتفه أو هو نفسه بيأثر بقوة بتساوي وزن الحقيبة. طيب، إلى أعلى السلم، يعني هو طالع، وتبلغ الإزاحة 4.2 متر رأسيا واربعة وستة من عشرة متر أفقيا. طيب، ما مقدار الشغل الذي بذله الراكب على حقيبة السفر؟ أنا عندي هنا قوة واحدة اللي هو القوة اللي هو بذلها لفوق، وعندي هنا إزاحتين، يا ترى الشغل هيكون مع أنهي إزاحة؟ طبعا الشغل هيكون مع الإزاحة الرأسية F في D كوزين سيتا. طيب، أنا عندي القوة لفوق، هو بيأثر، هو شخص شايل شنطة وبالتالي هو كتفه رافعها لفوق، أو هو بيأثر عليها بقوة لفوق بتساوي وزنها اللي هو 225 نيوتن في الإزاحة اللي هي 4.2. طيب، القوة لفوق والإزاحة لفوق، يبقى السيتا بصفر، يبقى كوزين سيتا بواحد. إذن سوري، الوزن ب 215، يبقى 215 في 4.2 بتساوي 903 جول. طيب، ده كده المطلوب رقم ايه؟ المطلوب رقم بي، حمل الراكب نفسه حقيبة السفر نفسها مرة أخرى، ولكن المرة دي نزل بها السلالم. ما مقدار الشغل الذي بذله الراكب على حقيبة السفر اللي حملها أسفل السلم؟ هو برضو شايل حقيبة السفر، شايلها على كتفه، فبيأثر عليها بقوة لفوق قد وزنها اللي هي 215 نيوتن، ولكن المرة دي اللي اتغير ان هو نزل بيها لتحت، فالإزاحة لتحت، الإزاحة برضو اللي هي الرأسية اللي هي 4.2 متر، وبالتالي الشغل هيساوي الإف في الدي، الإف اللي هو بيأثر بيها 215 في الدي اللي هي إف دي كوزين سيتا، في الدي اللي هي 4.2. السيتا بقى عاملة إيه؟ الإف لفوق، الإزاحة لتحت، يبقى الاتنين عكس بعض، قوة لفوق الإزاحة لتحت، يبقى الزاوية ما بين القوة والإزاحة 180، كوزين 180 بسالب واحد، فهيطلع لنا بنفس الشغل اللي هو عمله ولكن المرة دي بالسالب، فالمرة دي الشغل مش هو اللي بذل ولكن اتبذل عليه. طيب، رقم 8، يستخدم حبل في سحب صندوق معدني مسافة 15 متر. يبقى هو مديني الدي ب15 متر على الأرض، يعني ادي الصندوق، الحبل بيسحب الصندوق ده مسافة 15 متر، فإذا كان الحبل مربوط بزاوية 46
على الأرض يعني مع الأفقي، وتؤثر قوة مقدارها 628 في الحبل. إيه مقدار الشغل؟ سهلة جدا، الشغل في الإزاحة في كوزين الزاوية ما بينهم. 628 الشغل بيساوي القوة في الإزاحة في كوزين 46. طيب تعال نشوف المسألة رقم 9. راكب دراجة بيدفع دراجة كتلتها 13 كيلو جرام إلى أعلى تل شديد الانحدار، اللي هي الرسمة اللي موجودة هنا دي، ويدفع الراكب الدراجة في اتجاه يبلغ الميل 25 درجة وطول الطريق 275 متر. بيدفع الراكب الدراجة في اتجاه موازي للطريق بقوة مقدارها 25 نيوتن. ما مقدار الشغل اللي بيبذله الراكب على الدراجة؟ يبقى الراكب بيأثر بقوة مقدارها 25 موازية للمنحدر، والعجلة بتتحرك في نفس اتجاه القوة مسافة 275 متر. يبقى الشغل اللي بيبذله الراكب على الدراجة هو الاف في الدي كوزين سيتا. تعال نركز قوي هنا، الاف اللي هي 25 القوة اللي هو بيأثر بيها على الدراجة في الإزاحة اللي اتحركتها الدراجة اللي هي 275 في كوزين الزاوية ما بينهم، هو بيأثر بقوة عاملة كده وهي اتحركت في نفس الاتجاه، يبقى الزاوية بينهم زيرو. ماشي، يبقى 275 في 25 في كوزين زيرو هتساوي 6875 جول. طيب المطلوب الثاني، ما مقدار الشغل الذي تبذله قوة الجاذبية على الدراجة؟ تعال نركز بقى هنا، قوة الجاذبية ديت اللي هي القوة اللي بتشد الدراجة لتحت، اللي هي قوة الوزن. طيب قوة الوزن ديت اللي هي MG، اللي هي كتلة العجلة 13 في 9.8. طيب فاكرين من الفصل اللي فات القوة ديت كده مش في اتجاه الإزاحة، بس ممكن أحللها لقوتين. القوة العمودية كانت بتساوي الـ FG كوزاين زاوية ميل المنحدر، والقوة الموازية كانت بتساوي الـ FG ساين الزاوية بتاعت المنحدر. القوة ديت عاملة زاوية قد ايه مع الإزاحة؟ 90، فالشغل بتاعها زيرو. أمال مركبة القوة بتاعت الجاذبية اللي هتأثر على العجلة هتكون لتحت، يعني المسافة عاملة كده وقوة الجاذبية عكسها. إذا عايز أحسب الشغل بتاع القوة دي، يبقى الشغل بيساوي القوة في المسافة في كوزين الزاوية ما بينهم. تعال نعوض، ال FG اللي هي ال MG اللي هي 13 في 9.8 ساين سيتا اللي هي 25 اللي هي ساين زاوية المنحدر، دي كده ال F في ال D اللي هي 275 الإزاحة اللي اتحركتها العجلة في كوزين الزاوية ما بين ال F وال D، الاتنين عكس بعض، يبقى الزاوية بكام؟ برافو، يبقى الزاوية ب180. عشان كده هنلاقي ان الشغل في الاخر طلع لنا بالسالب، هيطلع لنا بسالب 14806 جول. يبقى طبعا الجاذبية بتبقى عكس اتجاه القوة، لان هنا منحدر هو طالع، فالجاذبية عمالة تشدها لتحت، وبالتالي بتبذل عليها شغل بالسالب، يعني مش بتساعدها، لا دي بتعكسها، فشغلها بالسالب. وبكده نكون خلصنا كل مسائل الشغل، اتمنى تكونوا استفدتوا، الامور بقت ابسط، واشوفكم على خير.